مساء الخير. صورة اليوم تعبر عن خلافات ومشاكل لم تنقطع إلا في فترات محدودة شهدت هدوء نسبي. بغداد، أربيل، توتر دائم. فما السبب؟ التجاوز على الدستور بتفسيره كما تشاء بغداد وكما ترغب أربيل، أم العلة بالدستور نفسه وبمواده الفضفاضة، أم أن المشكلة بعدم إقرار القوانين المكملة للدستور؟ يقول طرف: أليس أربيل هي مشكلة بحد ذاتها؟ حتى لو جئنا بدستور على مقاسها، تريد الانفصال والدولة المنتظرة حلم لا ينقطع، ولكن قبل ذلك يجب أن يتم البناء على حساب بغداد. يجيب آخر: ألا يكفي التشكيك بوطنية الكرد؟ ألا يجب الإقرار بحقوقهم؟ وألا يجب الاعتراف بمزاج حكام بغداد الشوفيني تجاه الكرد؟ طبعا مشاهدينا، باب التواصل مفتوح بيننا وبينكم، تقدرون تبعثون بآرائكم ومشاركاتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك fullimage@arrashidmedia.com fullimage@arrashidmedia.com. تقدرون تبعثون بآرائكم أثناء كل حلقة وقبل كل حلقة أيضا، لأن صباح كل يوم سبت واثنين وأربعاء حتلقون على صفحة البرنامج على الفيسبوك عنوان الحلقة موجود وأيضا المحاور اللي حنناقشها. دون إطالة، الحوار بعد قليل. لو استعرض أحد الأزمات السياسية فإنه لا يستطيع إحصاؤها، لأنها بدأت منذ أكثر من 10 أعوام تصدرتها الخلافات بين بغداد وأربيل، واستمرت منذ ذلك الوقت، وبدأت منها الأزمات تلد أزمات في أرحام البرلمانات السابقة. فعند الانطلاق عن طريق تحليل الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تصاعد أزمة الثقة الأخيرة، لابد من البحث عن الإطار العام الذي تنضوي تحت لوائه كل الأزمات السياسية في العراق بعد عام 2003، إذ لم يعد الأمر خافيا إن النظام السياسي في العراق تم تشكيله على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية المسيسة وطريقة تشريع القوانين وتمرير الدستور، وهو محمل بمشاكل كثيرة جميعها كانت المخرجات الطبيعية لهذه الصورة المفروضة التي تتمثل استفحال عنصر انعدام الثقة بين القوى السياسية. فالأزمة الحالية بين إقليم كردستان وبغداد نتاج لأزمات تأخير إقرار القوانين كالنفط والغاز واستمرار الخلاف السياسي على المادة 140، حتى تكدست جميع الخلافات وأنتجت خلافا يصعب حله في الوقت الحالي. ويقول المتابعون إن الأزمة السياسية التي يمر بها العراق حاليا هي الأخطر منذ عام 2003، إذ لم يصل مستوى الخلافات الماضية إلى ما وصل إليه اليوم من تراشق إعلامي وتبادل الاتهامات والتهديدات بسحب الثقة وحل البرلمان، وهو ما ينذر بعواقب خطيرة على مسار العملية السياسية وحتى على الوضع الأمني في العراق، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاقات محددة أو تسوية سلمية مدارها الحوار وإعادة بناء الثقة بين أقطاب العملية السياسية على أرضية المصلحة الوطنية. لبرنامج الصورة الكاملة، سماح شاكر. تحية طيبة مرة أخرى مشاهدينا، وتحية طيبة لضيوف الكرام حينضموا يانا من دهوك. فرهاد الأتروشي النائب عن التحالف الكردستاني هنا في الاستوديو، السيد علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أهلا بك سعد علي. أهلا وسهلا وسعيدين جدا بحضورك. أشكرك. الموضوع واضح، العلاقة بين أربيل وبغداد أيام الأزمات أكثر بكثير من أيام الهدوء والسلام. قبل ما ندخل بالأزمات أسبابها وإلى ماذا من الممكن أن تؤدي، أساس العلاقة على على شنو مبني بين بغداد وأربيل؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا وتحية لكل المشاهدين. الحقيقة وضع الإقليم مع المركز مع بغداد بالتأكيد مر مشاكل عديدة. أعتقد بداية المشاكل هو أنه الإقليم كان يعيش حالة شبه مستقلة قبل أن يسقط النظام قبل عام 2003. تدري أنه كان الإقليم وضع معين، تحددت حدود معينة والخط الأزرق، وصار شبه انفصال للإقليم لما سقط النظام وصار الدستور، وشاركوا هم الكرد أيضا في كتابة الدستور، ووضع الدستور بهذه الطريقة التي الآن نحن نراها.
جزء من مشاكل طبعا يعود إلى الدستور نفسه وتركيبته والعبارات المختلفة الموجودة به، التي الحقيقة ليس فقط فيما يخص الإقليم والمركز، وإنما حتى فيما يخص العمل مع المحافظات عندنا مشاكل أيضا، فيما يخص إدارة الدولة ومؤسساتها أيضا في مشاكل، فضلا عن المشاكل الأخرى التي تتعلق بهيكلية الدولة الاتحادية وكيف أن تكون وحدة البلاد وعدم وحدتها وآلية تعديل الدستور وغيره، كل هاي الحقيقة موجودة بالمشاكل. أجينا احنا انتقلنا من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي، من نظام مركزي قاتل إلى نظام فدرالي بنوع من الحرية والوضع. هاي تجربة جديدة تحتاج تطبيقها، يحتاج إلى بالتأكيد مرور في حالة من التمرين الذي نستطيع من خلاله أن نطبق هاي التجربة. بس استاذ علي صار 11 سنة والمشاكل مستمرة، ومثل ما قلنا أيام الأزمات أكثر من أيام الهدوء والسلام. صحيح، ولذلك أنا أعتقد أن هذه الأزمات الآن، الأزمة اللي موجودة على الأقل أزمة النفط وموضوع الاختلاف على النفط، هذا طبعا كان يفترض أن يحل ويمكن أن يحل من خلال تشريع قانون النفط والغاز اللي هو ينظم عملية النفط وغيرها، ولكن تأخر هذا القانون مع الأسف رغم الاتفاق على صيغة لهذا القانون في عام 2007 وليس الآن. تم الاتفاق بين الكرد وغيرهم على هذا، يعني الكتل المختلفة تم الاتفاق على صيغة معينة للقانون، وذهب القانون إلى مجلس النواب، ومع الأسف لحد الآن لم يتم المصادقة على القانون. زين، هذه واحدة من المشاكل الأساسية، يعني هاي تضع مجال للنقاش والأخذ والرد في موضوع حنرجع ونأخذ ملف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تأخر قرار الموازنة. قبل ذلك مفروض بغداد عندها سلطة على الإقليم في بعض القضايا، أو خلينا نقول علاقة بغداد بأربيل، علاقة أربيل ببغداد يحددها الدستور. هذا الشيء موجود، أكو التزام بالدستور. لو خلينا نقول بغداد ما عندها علم شو يصير بالإقليم، ما عندها علم شلون دي يشتغل الإقليم بسبب التجاوز على الدستور. شوف بصراحة أقول لك، أحياناً مشكلتك مو أنه ما عندك حقائق تظهرها، أحيانا مشكلتك عندك حقائق لا تريد أن تقولها جميعا، لأنه قد تراعي بعض الأمور وكذا. مطالب علي الموسوي والحكومة بأظهار الحقائق أمام الجمهور. الحقائق بكل صراحة اليوم الصورة مشوشة، ما حد فاهم شيء. لا أنا أتصور بالعكس تماما، الصورة واضحة جدا. نورنا أكثر. هناك عندنا نفط، النفط نص بالدستور يقول أن النفط ملك لكل الشعب العراقي، ما يظهر في البصرة أبو الأنبار إلى حصة به، وأبو نينوى إلى حصة به، وأبو كربلاء إلى حصة به، وكذلك اللي يظهر في نينوى أو في كردستان أو في غير مكان، هو ثروة مشتركة لكل العراقيين. هذا ما عليه اختلاف أبدا، يعني قد بعض النصوص نختلف عليها في الدستور لكن هذا ليس عليه اختلاف. طيب الإقليم يأخذ من حصة بنسبة عدد السكان كما تأخذ أي محافظة أخرى بنسبة عددها، للإقليم 17% من الموازنة العامة للدولة. كلش بسيطة يا جماعة، طلع نفط بالعمارة ميسان الآن، وين يروح؟ يصدر عبر قناة واحدة للعراق، ومعدة قنوات، وكذلك أبو البصرة، وكذلك النفط اللي يظهر في أي مكان آخر إلى مصب واحد وبوابة واحدة هي بوابة النفط العراقي. هذا النفط نجمع به كل إنتاجنا من العراق بما فيه من كردستان ويذهب للتصدير، وتأتي العائدات اللي هي أكثرها نفط، العائدات مالتنا 90-95% نفط. زين، تأتي العائدات يا المحافظة الفلانية اللي هلقد، والإقليم أيضا بنسبة العدد السكان اللي هو 17% هي متفق عليها وليس عليها اختلاف، تأخذ أيضا من نسبة الموارد 17%. إذا كل هاي الأمور متفق عليها، وين المشكلة العادة؟ المشكلة ليش مصار اتفاق وبالتالي تمرير الموازنة؟ المشكلة الإقليم يقول إحنا من ضخ بالنفط الرئيسي مال العراق بالقناة، احنا نسوي خط نفط مستقل. طيب وبعد ونسوي
حساب خاص بنا وإحنا نحرك الحساب. يعني الحقيقة هو تعبير آخر عن وضع منفصل ما له علاقة بالدستور اللي ما يسمح به الدستور. حنرجع هذا حنرجع ما يتفق مع روح الدستور. حنرجع أبدا. ونناقش هاي النقطة، لكن فقط التجاوز على الدستور من خلال هاي القضية. لو عندك ملاحظات أخرى، أكو مؤشرات أخرى عند حكومة بغداد بخصوص التجاوز على الدستور لا أخو أكو يعني مثلا أنت إذا تتذكر قبل فترة تم الإعلان في كردستان أنه مواطنو الدول الخليجية يستطيعون المجيء إلى كردستان بدون تأشيرة. وين أتقلب أي دولة من دول العالم الفدرالية اللي نعرفها الآن أكثر هو من الدول الفدرالية زي. الاتحاد الآن أمريكا فدرالية، الإمارات نظام فدرالي، أي دولة من الدول تقوم ولاية معينة بإجراءات دخول لمواطنين غير إجراءات الدولة المركزية. أعطيني تجربة هيك وأمور أخرى يعني بعد قلت لك يعني واحد ما يريد يستغرق بها، والعراقيين كلهم عارفينها بكل صراحة. أنا ما أقول لك أكو أحد بالمقابل الإقليم يتحدث عن خرق بغداد للدستور وللاتفاقات وإلى آخره. طيب أنا هم أقول أنا خارق وأنت خارق، غير أنا واحد يتهم الثاني. خلنا نتفق نسأل المحكمة الاتحادية يا أبا هذا دستورنا وهذه تصرفاتنا، تعالوا أنتم حكموا. هو قبل المحكمة الاتحادية أكو خرق للدستور، لو أكو تفسير للدستور كما تشاء بغداد وكما ترغب أربيل. أي لا هو مهما كان بالحالتين أكو محكمة اتحادية. وين المشكلة؟ هو هذا سؤالنا، ليش ما لجأت للمحكمة الاتحادية بخصوص ملف نفط الإقليم أو بخصوص باقي القضايا؟ لا يعني إحنا هسه ما عدنا معنا المحكمة الاتحادية، من المحكمة الاتحادية ماكو مشكلة. بغداد ما عندها مانع. أربيل راضي بهذا الشيء؟ ما أعرف لا بالتأكيد. هنا حنيجي نوقف عند نقطة أخرى. نعم. باقي الأطراف ما عندها ثقة بالمحكمة الاتحادية. الحديث عن أن المحكمة الاتحادية مسيسة. خب هذا وضع ما يمكن الاستسلام إليه بصراحة. أقول لك يعني أنه المحكمة الاتحادية مسيسة، الحكومة خارج عن الدستور، وهي تقول أنه الآخر هو الخارج عن الدستور وهو اللي يخترق الدستور. خو هذا معناها تسوي لي الأمور مثل ما أنا أريد، وإذا تطرح رأي آخر هذا مو صحيح. هذا يعني منه أنه أنا أنت عليك أن أفرض عليك رأيي وأفرض عليك تفسيري وأفرض عليك تصرفاتي وأفرض عليك كل شيء، وأنت عليك أن تستسلم وتقول صحيح سمعا وطاعة. هذا ما صاير. وين أكو هيك شيء؟ زين ليش نحمل الإقليم استاذ علي مسؤولية كل المشاكل، وأحيانا البعض يتهمه بالتمرد؟ أنا ما أقول أطراف أنا أخرى تطعن بوطنيته. اسمح لي ليش ما نقول يجوز المشكلة بحكام بغداد نفسهم الشوفيني مثل ما يشوف الإقليم؟ لا هذا كلمة أنا أعتقد أنه المفروض ما تقال بصراحة بالإعلام، تطلق من قبل قادة إقليم كردستان ممثليهم هنا. بالعكس تماما، احنا يعني هم يجب ان لا يفهم الحديث انه ضد الكرد. الكرد شعب، جزء من شعبنا، ضحى وبنى واستفاد ايضا كما استفاد الشعب العراقي كله، شريك في هاي المسائل كلها، التضحيه والاستفاده. ولكن اكو اختلاف مع اداره الاقليم بكل صراحه. من يحكم الاقليم؟ وربما اختلاف ليس فقط مع الحكومه الاتحاديه، ربما حتى بالداخل. يعني انت حتى داخل الاقليم ليس الاداره الموجوده حاليا مقبوله من كل الشركاء. لكن هي لعبه ديمقراطيه. هذه احسنت، احنا هم لعبه ديمقراطيه. ولذلك نقول انه احنا اذا كان هناك اختلافات، هاي الاختلافات مع طريقه اداره الاقليم وليس مع الموضوع الشوفيني والكذا. المفروض ما أنا الحقيقة أستغرب أن يتلفظ بي واحد في مثل هذا الظرف اللي يعني الكل يعرف أنه الأخوة الكرد يتمتعون بحقوق، ويتمتع البقية العراق أيضا بحقوق دستورية، الحمد لله، إعمار، تنمية، كل الأمور الأخرى، حصة معينة بالموازنة توصلهم بشكل. فهذا ما نقدر نقول أستاذ علي لو أكو شراكة حقيقية كان ما نحكي هذا الحكي وكان مصير هاي المشاكل. لا بالعكس، لا يعني أحيانا الشراكة الحقيقية يعني لما تكون موجودة ما تسد كل الأبواب. بالعكس كل الشركاء لما يكون يختلفون، أحيانا الشريك يريد أكثر من حصته، يريد يتمدد أكثر ما هو يريد،
ولذلك يصير الاختلاف ليس أمر الكل الكل تتحدث عن غياب الشراكة. اسمح لي، يعني إقليم كردستان متحدون والنجيفي يعني التيار الصدري وزعيم التيار الصدري سيد مقتدى الصدر، الكل تتحدث عن غياب الشراكة وانفراد السيد المالكي بالقرار. هذا يكذب الواقع، هذا يكذب الواقع. احنا عندنا آليات دستورية، يعني ليس مشتهيات يا اهل يجي يعبر بالإعلام انه انا مو شريك وانا الشريك وانا ما ادري منه. هذا موجود دستور عندك، قل للشريك مالتك أنه أنت خالفت الشراكة بالنص الدستوري الكذا. أما مجرد اتهامات تلقاها ما لها قيمة. يعني خلينا نأخذ ما يتعلق بالإقليم. الإقليم عنده رأي بكيفية تصدير نفط البصرة على سبيل المثال، ماخذين رأي الإقليم بالقرار الأمني بالملف الأمني، ماخذين رأي الإقليم بسياسة العراق الخارجية وكيفية صياغة هذه السياسة، يتحدثون عن أن المالكي منفرد بالقرار. هو من السياسة الخارجية؟ هو من وزير الخارجية؟ هو شيار زيباري، لكن هو جزء من حكومة بغداد. الإقليم شيء ووزير الخارجية شيء ثاني. يعني هسه احنا طلعت سياستنا هذا المرفوضة من قبل الإقليم، لو الإقليم هو منتهي السياسة. الآن العلاقة مع تركيا بهذا المستوى للإقليم غير الحكومة الاتحادية، هذا ينسجم مع السياسة العامة للدولة. وليش ما نقول غياب الشراكة؟ غياب الشراكة أدى إلى علاقات متميزة لبعض الأطراف مع تركيا، طرف ثاني مع قطر، ثالث مع السعودية وهكذا. لا، غياب الشراكة هذه الطريقة مو صحيحة بالنقاش. يعني احنا عندنا قواعد معينة نتبعها، وليخرج من عندها نقول لها تخرجت من عندها. أما نبدأ هيك بدون أكو أشياء نتفق عليها، أكو دولة موجودة وأكو سياسة خارجية محصورة بالدولة الاتحادية، بالحكومة الاتحادية. ماكو دستور بالعالم ولا تجربة بالعالم أن الإقليم يكون له سياسة خارجية تختلف عن السياسة الخارجية اللي تتبعها الدولة. اللي يرسم السياسة الخارجية هاي مسلمات ما المفروض تتناقشني بها ولا أي واحد. الآن أكو سياسة خارجية للدولة تقرها الحكومة الاتحادية. من حسن الحظ الآن إحنا حتى هاي السياسة الخارجية للحكومة الاتحادية الموجود بها الأخ هوشير، وهو من الأخوة الكرد ومن الإقليم. فشنو المشكلة؟ بالعكس احنا اللي عندنا مشكلة مع في هذا الموضوع. اللي هي هاي الموضوع، السياسات الخارجية اللي تتبع، المنظومات الأمنية، الوضع. احنا الآن انا اقول لك حتى الاختلاف يمكن ان يصير، لكنه اكو معايير معينة، اكو حوار، اكو قواعد نرجع لها في حل هذه الخلافات. هذا اللي يجب ان يكون. اما انا ابقى مكاني وانت لو اشر لك عليك أن تمشي بهذا الاتجاه، ما تمشي بهذا، تشوف فيني أنت عنصري، أنت ما عندك نفس شراكة، أنت كذا، هذا مو منطق. منطق الشراكة هو منطق الحوار والتفاهم والتفاعل والتنازل وتبادل التنازلات. هذا المنطق الشراكة، مو منطق الشراكة أنا قاعد بمكاني وأشر لك بريموت كنترول وأنت إذا ما تمشي. هذا المنطق انتهى، خلي أروح هذا انتهى. الفرهاد الأتروشي، إذا تسمح النائب عن التحالف الكردستاني، يبدو أن الاتصال لم يؤمن عبر الأقمار الصناعية. حينضم ويانا السيد فرهاد الأتروشي عبر الهاتف. أستاذ فرهاد أهلا بك. أستاذ فرهاد تسمعني؟ أستاذ فرهاد تسمعني؟ أستاذ فرهاد، الحديث عن العلاقة بين بغداد وأربيل، تحدثنا أيام الأزمات بخصوص هاي العلاقة أكثر بكثير من أيام السلام والهدوء. خليني أبدي وياك بالسؤال اللي نسمعه دائما، ربما هو سؤال خطأ، ربما هو سؤال يعبر عن جهل، لكن هو يطرح دائما. الإقليم هل هو جزء من العراق؟ لو هو دولة تشتغل بكيفها وتعمل بكيفها، وهنا أنا ما أحكي عن الدستور شو يقول، أحكي عن واقع الحال. تفضل. والله أستاذ أخ علي، أولا شكرا الحقيقة. أنا ما سمعت شيء من الدقائق الكثيرة اللي تحدث بها طبعا علي الموسوي، لكن أعتقد أنه الوضع واضح ما يحتاج دليل. لا، إذا تحب أوضح لك بعض القضايا أو أهم القضايا اللي تحدثنا عنها خلال الدقائق الماضية، فالسيد علي الموسوي أكد على وجود الشراكة. مش واضح، يعني أنا ما دا أسمع شيء يعني حقيقة. تسمعني الآن واضح؟ أستاذ فرهاد تسمعني؟
نعم. السيد علي الموسى يؤكد على وجود الشراكة مع إقليم كردستان ومع باقي الأطراف، وتحدث عن خرق إقليم كردستان للدستور في بعض القضايا، وبالتحديد فيما يتعلق بملف تصدير نفط الإقليم. على أي حال سنأتي ونتحدث عن هذه القضايا، لكن جاوبني على سؤالي. الإقليم جزء من العراق، هذا السؤال يطرح دائما. الإقليم جزء من العراق، له هو دولة تشتغل بكيفها وتتصرف بكيفها. نعم جزء من العراق، وإحنا معتقدين بهذه القضية، وماكو أي مصلحة بكل اختصار وباختصار شديد جدا. ما أدري إحنا شو نثبت، يعني شو نثبت للأخ علي الموسوي أو للسيد المالك إحنا جزء من العراق. بس إذا هم ما يعترفون بهذا الشيء، يريدون يبنون دولة على هواهم وكيفهم بعيدا عن الدستور، هذا شيء آخر. شلون يعني يبنون دولة بعيدا عن الدستور؟ طيب ماكو دستور، ماكو التزام بالدستور من قبل حكومة بغداد حسب السيد علي الموسوي، واكو خروقات تجاوز على الدستور من قبلكم حسب حكومة بغداد. تفضل. أخ علي، بجيب لي مثال واحد أن الحكومة الاتحادية التزمت بالدستور. جيب لي فقرة واحدة أن السيد المالك التزم بها الدستور. زين اعطيني. أكو دولة بالعالم رئيس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات، كل شيء بيده. هذا ما يعني أي التزام بالدستور. أكو دولة بالعالم القانون يقول إنه هذول المشتركين المشمولين بالاجتثاث بالبعث ما يأخذون مناصب قيادية عليا. كل اللي حوالي السيد القائد العام للقوات المسلحة هم مشتركين وأعضاء فرق وقيادات كبيرة في حزب البعث السابق، والآن هم قيادات أمنية وقيادات في الجيش. فخلي لو خلوني أحكي وأجيب أمثلة وأجيب أدلة واضحة بالدستور وبالقوانين إنه ماكو أي التزام بالدستور. بالعكس، أكو صورة في ذهن السيد المالكي ومن حوله يريدون يبنون الدولة على أساس هذه الصورة وليس على أساس الدستور. زين، هاي النقاط اللي استعرضتها حضرتك بعيدة عن موضوع الحلقة. موضوع الحلقة العلاقة بين أربيل وبغداد. المفروض هاي العلاقة المفروض بس خلي أكمل سؤال أستاذ فرهاد. بس اسمح لي، بس لحظة أرجوك. شخص رئيس الوزراء بس نفسه ما يلتزم بالدستور. زين، إحنا شرعنا أكثر من قانون في البرلمان يتعلق بالرواتب بالزيادات بقضايا أخرى. لحد ما أكون أمور ملتزم بها الحكومة. لحظة أرجوك بس خلي أكمل سؤالي على مود يكون سؤالي. طيب، الإقليم جزء من العراق، دولة اتحادية حقيقية. موضوعنا دولة مركزية في نظام دستور فدرالي أو في لباس فدرالية. زين، والأساس والأصل والمضمون والجوهر هي دولة مركزية. العلاقة بين بغداد وأربيل المفروض يحددها الدستور العراقي. قل لي وين بغداد، حكومة بغداد خرقت الدستور بخصوص جميع تفاصيل العلاقة مع أقليم كردستان. والله أخي ما سمعتك زين. العلاقة بين بغداد وأربيل يحددها الدستور العراقي. لا تحكي لي عن خروقات بغداد للدستور في تفاصيل أخرى. قل لي وين بغداد خرقت الدستور فيما يخص هاي العلاقة بين بغداد وأربيل مع الأقليم. نعم، في كثير من القضايا. أهم هاي القضايا الدستورية لم يلتزم بها الدستور. على سبيل المثال في المادة التاسعة من الدستور اللي تتحدث عن التوازن في الجيش العراقي، ماكو توازن في قوات المسلحة العراقية. هاي أولا. ثانيا، القضية الأخرى اللي تتعلق بأنه يجب أن يكون هنالك قانون السلطة التنفيذية لتحديد صلاحيات الوزراء ورئيس الوزراء، هذا أيضا مثبت بالدستور لحد الآن ما التزمنا به. وأكو قضايا أخرى كثيرة الحقيقة تتعلق بالدستور، من ضمنها المادة 140 اللي هي ربما جزء كبير من المشكلة. المادة الدستورية وضعها تقول على السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية هي المسؤولة عن تنفيذ هذه المادة بمراحلها الثلاثة. وإذا تريدون ترجعون للدستور، أرجع للدستور وأقرأ لكم النص الدستوري. أما إذا كل قضية السيد المالكي والحكومة الاتحادية يقولون إحنا ما مسؤولين وما لنا علاقة والبرلمان وكذا إلى آخره، فالحقيقة هذه راح تصير مشكلة، والمشاكل تراكمت منذ أكثر من 10 سنوات إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة. خليكم ويانا. نقول فضل. جزء من الدولة العراقية. الدولة العراقية يجب أن تكون دولة فدرالية، والفدرالية لها ملامح
واضحة في قضية توزيع السلطة وقضية توزيع الثروات. الإخوة يتحكمون بالبلد على أساس عقلية مركزية، كأنه الإقليم أيضا محافظة مثل البصرة في قضية الصلاحيات. صحيح كنا متساوون في هذه القضية، العراقيين كلهم متساوين، لكن في قضية الإقليم يختلف عن المحافظة، هذه قضية دستورية واضحة. أما بغداد تتعامل مع الإقليم كمحافظة فهذه مشكلة كبيرة الحقيقة. هل من حق سيد رئيس الوزراء أن يقطع رواتب موظفين بسطاء فقراء في إقليم كردستان لا علاقة لهم بالسياسة أصلا؟ هل تعلم أخي العزيز أن هنالك العشرات بل المئات بل الألوف من الموظفين البسطاء ليسوا منتمين إلى أي حزب سياسي ولا يتعاملون مع السياسي؟ واضح أستاذ فرهاد، يعتمدون على آسف هذا آسف الرواتب. آسف على المقاطعة، حرجع وناقش هذا الموضوع، موضوع قطع الرواتب والموازنة. لا لا أرجوك أرجوك خلي ويانا، خلي أعطي مجال علي. هذا جزء من الموضوع، جزء مهم، حنيجي ونناقشة بس اسمحني. وارزاق المواطن ما قد ضغط سياسي يستخدمها سيد المالكي الحقيقة في تصوري المتواضع، هذه جريمة كبيرة، جريمة سياسية. واضح، حرجع وناقش هذا الموضوع، أرجوك اسمحني أستاذ فرهاد، حجي وناقش هذا الموضوع ما يتعلق بالموازنة وما يتعلق بالرواتب وإلى آخره، لكن حتى ما أشعب وأنسى كلامك بخصوص الشراكة، استمع الرد أستاذ علي أرجوك ابقى ويانا. أولاً أنا شراكة غائبة، أكو عقلية مركزية. اسمح لي، أولاً أنا أرجو أن يلتزم الحوار بالآداب، والحقيقة اللجوء إلى كلمات الجريمة وغير الجريمة هذه من ضيق الحجة. اللي عنده حجة يستطيع أن يتحدث بأسلوب مؤدب و يقنع الآخرين بما لديه من حجج. بالنسبة إلى الأشياء التي ذكرها الأخ فرهاد في موضوع الانتهاكات الدستور، يقول الداخلية والدفاع وغيرها، أنا أريد أرجع عليها. أستاذ علي ما أريد أطلع عن موضوع الحلقة، لا ما أريد أناقش ما يتعلق بالداخلية، أريد أناقش العلاقة بين بغداد وأبيض. هاي أثيرت، أصبح المشاهد عنده فكرة عنها. زين، الآن الداخلية والدفاع، اولا دوله الرئيس مرشح عده مرات والاسماء لا تزال موجوده في ادراج البرلمان اللي ما طرحها للتصويت لحد الان. افترض انه هو اخذ الدفاع، والدفاع الان موجوده عند وزير معروف وكاله، الداخليه او حتى لو كان الدفاع، الان الداخليه والدفاع اثنينهم صوت البرلمان على ان يكون رئيس الوزراء لو لا، شنو الشيء الغير الدستوري بهذا؟ بالبرلمان هذا التصويت كان، وبالبرلمان هو أن يدير هاي الوزارات، وبالبرلمان تحدث عن 4 أيام على 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 ما أذكر، حتى يأتي بوزير دفاع وبوزير داخلية، وكلهم رشحهم وإلى الآن الأسماء موجودة. ما أريد أبقى بهذا الموضوع اليوم، الموضوع علاقة بغداد بأربيل، يتحدث عن خروقات فيما يخص المادة 140، يتحدث عن عقلية مركزية تريد أن تتحكم بالإقليم كمحافظة. المادة 140 هو يعرف جيدا وهو نائب أن المادة 140 اللي على الحكومة انتهى تماما، ما بقى من المادة 140 هو الذي يتعلق برئاسة الجمهورية وبمجلس النواب الذي هو عضو فيه. على رئاسة الجمهورية أن تقرر حدود المحافظات. الآن أنا أريد أقول الدستور يتحدث عن مناطق متنازع عليها دون أن يحددها، هاي المناطق المتنازع عليها لمن تكون؟ من يضع هذه الحدود؟ من يضع هذه الحدود؟ الحدود الآن المحافظة الواحدة، هذا آخر خرق دستوري اللي هو تفضل الأخ فرهاد أنه ما عندنا خرق، أنه إحنا راح نسوي محافظة، في حين المحافظة يجب أن تكون بقانون يصدر من البرلمان. هذا الآن المادة 140 متوقفة على أن يكون هناك قانون يصدر يحدد حدود المحافظات، وهذا بين رئاسة الجمهورية. خلينا نرجع لأستاذ فرهاد الدروشي، تفضل باختصار. فيما يخص العراق، يعني أنا ما أعرف، فيما يخص وزارة الدفاع تحدثنا عنه، فيما يخص الآن أبسط الأمور، يتحدث الأخ فرهاد أنه إحنا ما عندنا خرق دستوري. أنا أسأله الآن، أنت علي تستطيع أن تمتلك دون أن يكف لك واحد في كردستان شيء؟ هل تستطيع أن تقيم في كردستان فترة إذا ما يكون هناك كفيل يتكفلك أنه تبقى في كردستان؟ الدستور العراقي يقول من حق أي عراقي أن يملك في أي مكان من العراق ويتنقل في أي مكان من العراق. هل يوجد في الدستور أنه الإقليم من حق أن يعطي تأشيرات أو لا يعطي تأشيرات لمن
الحكومة الاتحادية تعطي له تأشيرات؟ وين بالعالم أنه هو بإمكانه أن يستقبل أي ناس بدون التنسيق مع الحكومة الاتحادية وبسياسة مستقلة عن الحكومة الاتحادية؟ هاي أمريكا، هاي كندا، هذه الإمارات، هل تستطيع أنت أن تروح إلى إذا تريد تذهب إلى أي دولة إذا كان هناك تأشيرة؟ هل تستطيع ولاية من ولايات هذه الدولة أن تأتي إليها بدون تأشيرة؟ وغير هذا. خلي أرجع لفرهاد الأتروشي. استاذ فرهاد، إذا تسمعني، الحكي واضح، الحديث عن خرق للدستور من قبل إقليم كردستان فيما يخص تأشيرات الدخول، فيما يخص الإقامة داخل الإقليم، فيما يخص أنه ابن بغداد وابن البصرة يدخل الإقليم الفيزا، فيما يخص تحويل حلب مو فيزا، لا مو فيزا، ما قلنا فيزا، تأشيرة أو إجراء إداري، فيما يخص تحويل حلب لمحافظة بمعزل عن بغداد. أولا أخي، هذا هروب من الحقيقة. الحقيقة دليل على ضعف منطق الأستاذ علي الموسوي. أولا حرية التنقل مكفولة، لكن الدستور أيضا تحدث عن التغيير الديمغرافي الذي يستند على القضايا السياسية، وخلي يقرأ الدستور كل الزين، لأنه لا يجوز أن تتنقل عشيرة كبيرة أو جزء كبير من العراق إلى محافظة أخرى. هل يسمح الأخ علي أن تنتقل محافظة الموصل إلى النجف والكربلاء، وكل هؤلاء المواطنين في الموصل هم من طائفة معينة ويسكنون في النجف أو في كربلاء؟ هذا كلام حقيقة لا أصل. هذا أولا. ثانيا، قضية تتعلق بالإجراءات الأمنية، وأنتم ترون الخروقات الأمنية في بغداد وفي المحافظات الأخرى، والإخوة أيضا أخذوا إجراءات أمنية. أنا أسأل السيد علي الموسوي، هل يستطيع كل مواطن عراقي أن يدخل المنطقة الخضراء وهي في وسط بغداد وقلب بغداد وعاصمة كل عراقي؟ عربي سنيا كان أم شيعيا، هل يستطيع أن يدخل؟ لا، إلا بضوابط وبهوية وإلى آخره. فهذا الكلام حقيقة عندما ترمي في الشارع تريد أن تضلل المواطن العربي بأنه الإقليم يتعامل. تجاوزني استاذ فرهاد، خليني أقاطع، تجاوزني هاي النقاط البسيطة، أكو نقاط أهم اسمح لي أرجوك. ويرى العشرات بل المئات بل الألوف من الإخوة العرب يتجولون ويسكنون ويمتلكون بيوت في أربيل وشقق، هذا الكلام غير دقيق. القضية الأخرى، أكو دول أنا أعرف بها، حتى لو فرضا هذه القضية حصلت، ماليزيا عندها ولايتين، في ولاية صباح وولاية سروات، الذي يأخذ فيزا إلى ماليزيا أو تأشيرة لا يستطيع أن يدخل إلى هذين الولايتين إلا بأن يأخذ موافقة من حكومات المحلية في هذه الولاية. واضح، تجاوز لي هاي أستاذ فرهاد، أرجوك اسمح لي، أرجوك اسمح لي، خليني أقاطع، تجاوز لي، أرجوك اسمح لي، بس أريد أسأل هنا. واضح، أو علاقة الإقليم مع بعض. تجاوز لي هاي النقاط البسيطة، أكو نقاط أهم. تتعلق بعقلية الفرد الواحد، مركزية السلطة، محاولة التسلط والتجبر على رقاب العراقيين سنة وشيعة، عربا وكردا وإلى آخره. هذه قضية خطيرة جدا. زين، بس اسمح لي استاذ فرهاد، اسمح لي أرجوك، شلون يعني ما أسأل، بس اسمح لي أرجوك، تجاوز لهاي النقاط، أكو نقاط أهم، ركزني على موضوع حلبشة، تحويل حلبشة بمعزل عن بغداد. الدستور يسمح لكم بهذا الشيء، ما يتعلق بمطارات الإقليم، بالمنافذ الحدودية بالإقليم، التحكم بها أو السيطرة عليها دون علم أو موافقة أو رأي بغداد، هذا شيء دستوري؟ أخ علي، لا، ما يحتاج تردد كل هذه القضايا، لأن هي أصبحت قاونة مشروخة. قضية المطارات، ويعرف الأستاذ علي الموسوي وكل الإخوة الوزراء وتحديدا وزير النقل أنه لا تستطيع طيارة أن تهبط في مطار أربيل أو تقلع من مطار أربيل إلا بإذن وبرخصة من وزارة النقل ومن هيئة الطيران المدني في بغداد، وتحصل لدينا مشاكل كبيرة بها. فهذا دليل على أننا ملتزمون بالحكومة الاتحادية. قضية المنافذ الحدودية، نعم صحيح، هي منافذ تتعلق بالإقليم، لكن بالنهاية الواردات والإيرادات والقضايا الأخرى كلها تذهب إلى بغداد، وهذه قضية واضحة ويعلمها الإخوة في هذه القضية. تحويل حلبشة إلى محافظة، نحن ننتظر تشريع هذا القانون في البرلمان. مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون، والبرلمان سيناقش هذه القضية، لكن تعطيل هذه القضية ليس في مصلحة أحد. نحن نريد أن نشرع قانون في هذه القضية وبهذا الخصوص، لكن أيضا لا تنسى الشق الآخر. السيد المالكي
أراد أن يحول حلبجة إلى محافظة، لكن مع هذه التحويلة أصدر قرارات خطيرة جدا تتعلق بتلعفر وطوس خرماتو، وهي مناطق بكلام السيد علي الموسوي أنها مناطق متنازع عليها وتحتاج إلى تطبيق المادة الدستورية، سواء أصبحت جزء من الإقليم أو بقيت جزء من الحكومة الاتحادية. لا يجوز أن نشرع مثل هذه القوانين أو نصدر مثل هذه القرارات، لأن هذه قضايا خطيرة جدا تتعلق بحدود الإقليم ومستقبل كثير من المجموعات الكردية. أستاذ فرهاد، تتحدث عن عدم خرق الإقليم للدستور، سيد علي الموسوي وحكومة بغداد تتحدث أيضا عن عدم خرق حكومة بغداد للدستور، بالتالي وين المشكلة؟ المشكلة نفسها بالدستور ده تفسروا أنتوا مثل ما تشوفون، وأيضا الحكومة الاتحادية مثل ما تشوف. وإذا أكو مشكلة بخصوص تفسير الدستور، مو أكو محكمة اتحادية المفروض يتم اللجوء لها؟ يا أخي يا محكمة اتحادية، نحن شرعنا قانون تحديد الولايات، ولايات الرئاسات الثلاثة، كنا نعلم مسبقا أن هذا القانون سينقض ويلغى من قبل محكمة اتحادية، وهذا ما حصل. الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب صوتوا على تحديد ولاية السيد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية أصلا محددة، لكن بالتأكيد تحت هذا القانون كنت أعلم علم اليقين أن السيد المالكي سيرفع دعوة والمحكمة ستلتزم بقرار السيد المالكي قبل أن تحكم في هذه. يعني شو تريد تقول المحكمة الاتحادية أستاذ فرهاد؟ تريد تقول المحكمة الاتحادية مسيسة؟ منذ أكثر من 7 سنوات لم يأتي حساب ختامي واحد مع الموازنات، أين صرفت وكيف صرفت هذه الأموال، مئات المليارات من الدولارات، هل الموازنة هي فقط أرقام تخمينية أم يجب أن تشرح للبرلمان الذي يمثل الناس أين صرفت هذه الأموال؟ واضح. وكيف صرفت هذه الأموال ومن استفاد منها، وما هي الأدلة المادية المحسوسة على صرف هذه الأموال للشعب العراقي في مشاريع استثمارية وتنموية؟ مع الأسف لا يتحدثون. المادة الدستورية مادة 62 من الدستور تقول أن البرلمان سيصادق على الموازنة إذا كانت مقترنة بالحسابات الختامية. خليك ويانا أستاذ فرهاد، خليك ويانا، آسف جدا على المقاطعة، خليك ويانا. ما معقولة كل الأطراف تتحدث عن غياب الشراكة، انفراد السيد المالكي بالقرار، تسييس المحكمة الاتحادية، إقليم كردستان من جهة يتحدث هذا الحديث، يجي الجيف المتحدون أيضا، يجي التيار الصدري، وكل هاي الأطراف غلط، كل هاي الأطراف كلام افتراء. في موضوع القانون اللي تفضل وقال احنا كنا نعلم، وفعلا هم كانوا يعلمون أنه ينقض القانون لأنه مخالف للدستور. مو احنا النظام الاتحادي البرلماني العفو الوحيد بالعالم، هو يكون أنظمة برلمانية. شوف هذه الهند، شوف أكو تحديد لرئيس الوزراء، هذه بريطانيا أكو تحديد لرئيس الوزراء، الآن أبو الهند صار 14 سنة بالدولة، بريطانيا بليرو تدري كم سنة ظل، هذا ألمانيا وغيرها من الدول، النظام البرلماني معروف في كل العالم، رئيس الوزراء ينتخب البرلمان بدون أن يذكرون في موضوع أنه ولاية ثانية. جاوبني على سؤال أستاذ علي إذا تسمح. هذا فيما يخص كل الأطراف تتحدث عن غياب الشراكة، تسييس المحكمة الاتحادية، انفراد المالكي بالقرار. معقولة كل الأطراف كلامها افتراء وفقط لازم نصدق السيد المالكي؟ أنا قلت لك بالبداية، قلت لك إحنا ادعاءات تطلق ما لها قيمة. الذي يريد أن يقول ذا يريد يتهم المحكمة الاتحادية بالتسييس ويتهم رئيس الوزراء بعدم الشراكة. طيب لعذول الوزراء الكرد الموجودين بالحكومة شو يسوون؟ مشاركة أكو انفراد فيما يخص سياسة العراق الخارجية، الملف الأمني، هذا الكلام مو كلامي، هذا كلام باقي الأطراف. وزير الخارجية فد يوم، وزير الخارجية هو المعني بالسياسة الخارجية مو السيد فرهاد. وزير الخارجية خلف وزير الخارجية يقول أكون فراد بالسياسة الخارجية، يقول أكو واحد يملي عليه السياسة الخارجية. الأقليم عنده رأي فيما يخص السياسة الخارجية كأقليم كردستان؟ عنده رأي فيما يخص الملف الأمني؟ لعد هو نائب رئيس الوزراء والوزراء ووزير الخارجية، لعد ذولا من الأقليم، لعد شنو اللي هو الأقليم؟ ما لهم دور يعني الحديث عن أنه ذولا ما لهم دور، والحديث يجي عن أنه القضية تتعلق ببناء سلطة وليس بناء دولة. هذا كلام عاجز بصراحة، هذا كلام عاجز. الكلام الحقيقي الرجل الذي موجود في المسؤولية تحمل المسؤولية، هذا ما له دور. وذاك من اللي يتحدث عن ما له دور؟ خلي يطلع هو الوزير نفسه يقول أنا ما له دور. من الوزراء تحدث وقال أنا ما له دور؟
تعطيني وزير واحد الذي يتحدث هو السياسي وليس الوزير المهني اللي هو يعمل في وزارته ويعرف ايش قد له دور وايش قد ما له دور. خل واحد من الوزراء يجي يقول اني رئيس الوزراء املى علي فلان شيء دون ان يكون هناك حق دستوري له. اعطيني واحد من الوزراء سواء الكرد او السنه او الشيعه. هذا كلام باطل بكل صراحه اقول لك، كلام سياسيين. بالتالي النتيجه تتحدثون عن عدم خرق مقدار الدستور وتتحدثون عن عدم خرق أربيل الدستور وكو خلاف على المحكمة الاتحادية. الدستور أقول لا أنا لا أطبق، أنا أشوف نفسي مطبق الدستور. أقول لك طيب أنا هم أشوف نفسي مطبق الدستور. لا زين يا بن نرجع للمحكمة الاتحادية، هي خلاف على المحكمة الاتحادية ما كنت نرجع للمحكمة. لا الاتحاد المحكمة الاتحادية هم ما أقبلها. من صار اللي هو يرفض؟ أنا لو أنت يا زيد يا سين من الناس. أستاذ فرهاد العتروشي، اي شراكه اللي تبحثون عنها وعن اي انفراد تتحدثون؟ واليوم عندكم 17% من الموازنه، رئيس جمهوريه، نائب رئيس وزراء، نائب رئيس مجلس نواب، وزراء، وكلاء وزارات، رئيس اركان الجيش، قائد الفرقه الذهبيه، قائد امنيين اخرين، بالتالي شو تريدون اكثر يا استاذ فرهاد؟ استاذ علي، هو الدوله يعني اي دوله اذا تريد تتحكم بها اكو قضيتين، وسابقا ايضا حصل هذه القضيه الاولى قضيه الجيش واستخدام السلطه الخشنه مثل ما فعل النظام السابق وانظمه كثيره في دول في العالم، جيش قوي متحكم، امن، استخبارات الى اخره. القضيه الثانيه قضيه المال، لانه هذا الجيش لا تستطيع ان تدير هذا الجيش وتتحكم به اذا ماكو مال ماكو سلاح الى اخره. الإخوة تحكموا في القضية المالية، المال والموازنة كلها في السيد رئيس الوزراء، لا أحد يستطيع أن يصرف فلس، يعني حتى هو يستطيع أن يقطع الموازنة عن مجلس النواب وينتهي مجلس النواب وما حد يداوم، فهذه قضية واضحة. المسألة الأخرى أن كلهم مشاركين، صحيح كلهم مشاركين، لكن قضية أن تكون شريك في صنع القرار السياسي ليسوا شركاء في صنع القرار السياسي، بدليل أن صالح المطلق قال أن السيد رئيس الوزراء دكتاتور ولا يسمع لكلام أحد ولا يسمع لكلام الأكراد ويتحكم في مفصل مهم وهو مفصل السلطات الأمنية والقوات المسلحة. يعني كأنه يضحكون علينا، يقولون رئيس أركان الجيش كردي، صحيح كردي لكن منزوع الصلاحيات، لا يستطيع رئيس أركان الجيش أن ينقل جندي بسيط من فوج أو من لواء أو من فرقة إلى فرقة أخرى أو ضابط. كل الصلاحيات أخذت من رئيس الأركان وأعطيت لمكتب القائد العام. إذا أريد أتفق وياك أستاذ فرهاد، اسمح لي أرجوك، علم اليقين أن هذا الكلام صح. إذا أريد أتفق وياك ونقول بس اسمح لي خليني أداخلك، هو من في مكتب قائد العام القوات المسلحة ولا أريد أن أذكر أسماء. خليني أداخل وياك. والقاصي والداني يعرف هذا الشيء وهذه حقيقة واقعة. قائد الفرقة الذهبية أخي يتحكم في شنو؟ شخص بسيط عادي كردي مخلص للدولة العراقية يقاتل من أجل بقاء النظام السياسي ويضحي بنفسه وهو مجموعة، وأقول بصراحة لا يمثل الكرد يمثل نفسه لأنه جندي عراقي يمثل الدولة الاتحادية. هذه هي القضية. أما إذا تريد قل لي والله فلان كردي فلان مو كردي، صحيح لكن اكو العشرات بل المئات بل الالوف من هم من حلفاء وحزب السيد المالك يتحكمون في مفاصل مهمه في الدوله سواء في القضاء الاداريه والماليه او في القضاء الامنيه. خلينا نتداخل وياك، ارجو ان تكون الصوره واضحه. خلينا نتداخل وياك، كلامي وحدي، كلام جيد، كلام جزء كبير من الشيعه، إذا جزء اساسي ومهم ايضا من الطائفه السنيه. استاذ فرهاد، استاذ فرهاد بس خليني اسالك اذا اتفق وياك ونقول السيد المالكي ما معترف بالشراكه، اكو انفراد بالقرار، مو حقه بهذا الشيء هو دي يشوف شركاء اهمهم الاول والاخير العمل على افشاله وافشال حكومته وربما افشال العمليه السياسيه؟ انتم من الناس مو علاقات متميزه مع تركيا على حساب بغداد كما ترى حكومه بغداد، بالتالي شلون يثق بيكم وشلون يتعامل وياكم كشركاء حقيقيين بسط هالاجواء وبسط هاي تحركاتكم ومواقفكم؟ يا اخي والله بالعكس، احنا 2003 جينا لبغداد وتركيا كانت تعارضنا وتحاصر الاقليم، و2007 2008 حدثت ازمه كبيره بين الاقليم وبين تركيا وهددت الحكومه التركيه باحتلال كردستان وايضا اجاب ورد عليها السيد رئيس الاقليم.
ونحن شاركنا في بناء العملية السياسية. تعرف أخ علي أنه نواة الجيش العراقي بدأت من 3,000 من البيشمركة، لأنه الإخوة من الطائفتين ما شاركوا في الجيش وما خدموا الجيش بسبب وجود الاحتلال كما كانوا يقولون. كان تردد من قبل الشعب العراقي الجزء العربي. البيشمركة جاءوا إلى بغداد وحموا الوزارات كما قلت. أسا إحنا مدى نتحدث عن البيشمركة، نتحدث عن علاقات مع تركيا. الحديث اليوم عن أن إقليم كردستان أصبح رهينة إرادة تركيا. مع دولة جارة العراق أيضا الحكومة الاتحادية تريد أن تتنازل عن كل شيء لتركيا كي تأخذ تركيا إلى طرفها. هذا شيء واضح، نحن جزء من العراق، لكن أيضا لا نقبل أن تستخدم هذه العلاقات ضدنا لوضع حصار على الإقليم أو لاستخدام هذه القضية كروت سياسية. خليك ويانا أستاذ فرهاد، خليك ويانا. السياسة الخارجية ونحن لم نتجاوز. تركيا لديها قنصلية في أربيل ولديها قنصلية في البصرة ولديها سفارة في بغداد، ونتعامل مع تركيا عن طريق وزارة الخارجية كما تتعامل القنصلية التركية في بصرة مع وزارة الخارجية. فهذه قضية واضحة، لكن الإخوان يبررون. يعني إذا كنا على خطأ والسبب من عندنا، شنو مشكلة متحدون؟ شنو مشكلة القائمة العراقية؟ شنو مشكلة واضح ما أريد أبقى بهذا الموضوع. خليك ويانا أستاذ فرهاد. الجزء الأساسي من المكون الشيعي، التيار الصدري، المجلس الأعلى إلى آخره. فهذه القضية أصبحت واضحة للمواطن، وعلينا أن نصورها بشكل واضح وحقيقي. خليك ويانا نخطأ إذا نقول بغداد تدفع أربيل لاتخاذ مواقف غير قانونية وغير دستورية، ونخطأ إذا نقول بغداد تدفع أربيل للانفصال. ربما سمعنا الحديث في وقت سابق عن تقرير المصير، عن الانفصال وإلى آخره من كلام. مو هذا أخطاء، هاي أخطاء بغداد وتصرفات بغداد تدفع الآخرين نحو الذهاب للتركية وللسعودية والقطر، والحديث عن علاقات من قبلكم وضرب بغداد، هي أخطاء بغداد بالتالي تدفع الآخرين نحو هاي التصرفات وهاي المواقف. لا، الحقيقة هو يعني أكو طموح، أكو محاولة يعني الآن أترك بغداد حتى الوضع الداخلي للإقليم. الآن الإقليم مثلا، الآن يتحدث الأخ فرهاد أنه فلان شريك مراضي. زين، داخل الإقليم نفسه شوف الشركاء الموجودين داخل الإقليم، من الراضي؟ بس ما أتصور تحدثوا عن انفراد بالقرار من قبل البرزاني. ما انفراد بالقرار؟ أكو تغيير بينهم؟ أكو انفراد بالقرار لو لا؟ ما حكوا عن انفراد بالقرار التغيير؟ ما حكى الاتحاد عن انفراد بالقرار؟ ما حكوا عن انفراد بالأمين؟ ما حكوا عن انفراد بالمال؟ ما حكوا عن انفراد بالسلطة؟ ما حكوا عن هذا الانفراد؟ هذا الوضع. يعني إذا محاولة إلقاء الوضع الداخلي على الخارج وإثارة مشكلة مع المركز لوضع معين داخلي، هذا هم ما مقبول بصراحة. أقول لك نحن نتحدث عن دولة اتحادية رسمها الدستور، وضحها بشكل واضح وصريح، وقال كل من وصلاحياته، والأخوة في الإقليم صوتوا بطوع إرادتهم لصالح هذه الدولة الاتحادية وأصبحوا جزء من هذه الدولة بطوع إرادتهم، لا بإملاء من أحد عليهم. الآن كم مرة هناك نسمع تهديد بالانفصال، وكأن الانفصال اللي يخسر به هو بغداد فقط، وكأن الإقليم دائما رابح من الانفصال، في حين لا، إذا أكو خسارة خسارة للكل، وربما الإقليم أكثر من بغداد. هذا يعني مجرد التهديد بهذا الأمر، هذا يجعل العراقيين دائما في حالة عدم رضا. نقول المشكلة اليوم بمن يحكم بغداد وبمن يحكم أربيل، مزاج من يحكم بغداد ومزاج من يحكم أربيل، وهذا الخلاف السياسي بين الطرفين. لا، شوف أنت يعني ما نصدر أحكام، إحنا نحلل الأمور ونشوف كل قضية نفككها، من السبب في ذلك، ذيك الساعة نستطيع أن نحدد ونقول. أما مجرد نصدر أحكام أنه الصوت بفلان أو بفلان أو باثنينهم، خلي يروحون اثنينهم، لا، الأمور ما تحل هكذا. تحل بأن تعرض المشاكل كلها، عندنا دستور، نرجع نعرض قضايانا كلها على الدستور، نقول يابا هذا التصرف دستوري لو مو دستوري. إذا كنا
احنا ما نعرف الدستور، نعرضه على تجارب العالم الاخرى زين. اللي هي عندها نظام فدرالي. ارسال موازنه الى البرلمان، موازنه عقابيه للاقليم كما يرى الاقليم. لا تصرف دستوري. شوف يا يعني شلون عقابيه استاذ علي بقطع الرواتب عن موظفي الاقليم؟ أولا الاقليم بيشوف هاي الموازنه وسيله ضغط حتى يرضخ الاقليم لشروط بغداد فيما يخص تصدير نفط الاقليم. ارجوك شوف، لا تصور المسألة لا قطع رواتب، والأخوة في الإقليم مثل ما موجودين هنا أكو موازنة معينة تتقاسمها الدولة الاتحادية، مواردهم تنصب في مكان واحد ومن هذا المكان أيضا توزع على العراقيين بشكل متساوي. الإقليم يأخذ 17% من الموازنة العامة للدولة، مقابل هذا عليه موارد الدولة أن يعطيها، موارد أيضا أن يعطيها للدولة حتى تطيل 17%. أما أخذ 17% واللي عندي أنا أشاركك باللي عندك، واللي عندي ما أنطيك إياه، هذا منطق غير مقبول ولا يمكن أن يقبل به العراقيين. يعني هذا بيه ظلم للآخرين، خصوصا إذا كان اللي يستفيد همته مو كل الناس يستفيدون من هذا الوضع. ما يصير هالشيء، وين أكو هالشيء؟ يعني الآن هو من يستطيع المالكي الإقليم يريد يقول تفضل هذا وذاك تفضل ذا، والنتيجة المواطن الضعيف يقع بها. يعني أنت لمن عندك البصرة تصدر هالقد برميل وتقبل بحصتها اللي هي إذا تريد تأخذها على ضوء النفط اللي موجود عندها يمكن تستأثر ب 85% من موازنة مال العراق، لكن غير أكو قاعدة معينة نرجع لها اللي هي النفط والغاز ملك لكل العراقيين. طيب في الإقليم نفس الشيء، ما يصير تتشارك تقول لي اعطيني اللي عندك وأنا ما أعطيك اللي عندي. واضح أستاذ فرهاد. من 2003 وبغداد تحاول ترضي الإقليم، تقدم تنازلات للإقليم، يعني شلون تبقى التنازلات حاضرة ويبقى الإقليم يفرض شروط الموازنة ما تقر إلا بشروط الإقليم، وإذا ما تحققت هاي الشروط والمطالب العالم ينظرون، مصالح العالم تنظر سواء هنا ببغداد أو بإقليم كردستان؟ أخي أصلا من 2003 بغداد ما كانت موجودة، لا أكو حكومة ولا أكو دولة قوية، بالعكس الإقليم كان موجود وبغداد كان بها، أنت تعرفون شو بيها 2003 2004 2005. هاي أولا. ثانيا يعني أخ علي، الدستور واضح، المادة الأولى تقول أنه هذا الدستور ضامن لوحدة العراق، إذا الطرف الآخر ما يلتزم بالدستور فقط يلتزم بوحدة العراق وبقية القضايا الفدرالية وتوزيع السلطات وهاي الأمور اللي تتعلق بالمواد الدستورية كلها 144 مادة، هي فقط تتعلق بقضية إثارة عاطفة العراق العربي، وحدة العراق وحدة العراق، احنا كلنا ملتزمين بوحدة العراق. احنا بالعكس لما جينا اختيارا بدولة عراقية فدرالية، لكن فدرالية حقيقية، والتهديدات بالانفصال اللي دائما تطرح أستاذ فرهاد. القضية الأخرى تتعلق بقضية الموازنة. بغداد عدها في البنك المركزي احتياطي ما يقارب 80 مليار دولار أقل زين. أو أكثر زين. بنوك الإقليم فارغة، هل هذه هي الفدرالية اللي تحدث بها الأخ علي الموسوي يقول إنه هذه الأموال توزع؟ ليش المحافظات 15 أو 14 ما تعاني من قضية الرواتب؟ أستاذ فرهاد أنا عندي أقل من دقيقة أرجوك، ما بقى عندي وقت، بس ما عندي أقل من دقيقة، مستعدين لاستئناف الحوار، ما عندي أقل من دقيقة، عندي مستعدين لاستئناف الحوار. تفضل باختصار. خلصت الدقيقة بس أكمل الفكرة. المواطن في الإقليم يعاني من قضية الرواتب، والبنوك فارغة، والإخوة في بغداد يوزعون الرواتب على أساس 1 على 12 ويمنعون. نفترض إنه الإقليم مثل الحلة ومثل المثنى ما عندها نفط، يعني هيك راح يعاقبون شعب الإقليم؟ وشنو الفرق بينهم وبين النظام السابق؟ واضح واضح أستاذ فرهاد، آسف جدا على المقاطعة، خلص الوقت، ما عندي وقت، آسف جدا. فرهاد الأتروشي النائب عن التحالف الكردستاني، سعدنا بالحوار معكم، شكرا جزيلا. شكري أيضا. شبهات كان المفروض يتم الإجابة عليها. أنا ما عندي وقت آسف جدا. سيد علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، شكرا جزيلا لحضورك. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية الحلقة، لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. أنا محدثكم علي عماد، إلى اللقاء.